متابعين معكم مشاهدينا بقية ضيوفنا. من جمالية العمل الفني أنه تحفة متكاملة، إذا كانت بالكلمة، بالموسيقى، بالإيقاع أم باللحن. ولأنه التكامل هي ميزة بيسعى لإلك الإنسان، قدر الشاعر الملحن أو الموسيقي جوزيف مراد بفضل ما بيتمتع فيه من قدرات أنه يرسم أو يشكل صورة نموذجية متعددة المجالات أو المواهب، لحد ما قدر أنه يخلق شخصية قادرة أنه تنتقد، تتفحص وتكون ملقنة للإبداع. بدي رحب فيك استاذ جوزيف مراد معنا اليوم، الملحن الموسيقي والشاعر. اهلا فيك، ميرسي. اهلا وسهلا فيك. يعني كلنا او كل العالم تعرف من هو جوزيف مراد من خلال اعمالك، مجموعه الاغاني، الموسيقى، باقه الاعمال اللي حضرتك طرحتها بالسوق او معروفه مهنيا. من هو جوزيف مراد الانسان؟ أنا ما في أفصل إنسانيتي عن شو بعمل، يعني أنا طلعت على الموسيقى من شباك الكنيسة، يعني كنت كوريست وأخذت الدومين الموسيقى منها. بعدين صرت مدير جوقة، رئيس لجنة الجوقات، هذا الكوتي الديني. رحنا على الموسيقى، درست، مع أنه بأيام دراستي كانت حرب والحرب كانت طاحنة وما في مجال الواحد يتقدم، سعفتني الظروف وعملت دراسات معمقة بالموسيقى، توصلت للماستر بعدين مع البيانو، ورحت على التأليف الموسيقي للمسلسلات. المسلسلات كانت تتضمن أغاني، الأغاني كجينيريك كلماتها كمان أنا أكتبهم، فصار في عندي صفة المؤلف الموسيقي والشاعر، وهيدي هي إنسانيتي موجودة هون. أنا بكتب، باخد من وراء الحياة الوجع والألم وبنقله على وراء النغمات أغاني موسيقى. نعم، عظيم. فريسون دامور هي باقة أو مجموعة الألبوم اللي حضرتك حضرته أو عم بتحضره. هلأ بدنا نحكي شوي عن اللقاء الكبير اللي حضرتك عم بتحضره. خبرنا أكثر عنا، وإنما قبل ما تخبرنا أكثر، فريسون دامور هي كمصطلح، هي فريسون دامور رشفة الحب اللي عند جوزيف مراد، أو هي نمط أعمالك؟ حلو حلو كتير سؤالك. هي أنا، هي جوزيف. رعشات الحب اللي عندي بترجمها باللي كتبته، واذا بتلاحظي على الالبوم كاتب بخط ايدي مع امضاء، لي مو سون لومبر دي سنتيمون، هن ظل الاحاسيس، وهو عنوان كتاب لإلي. اما الميوزيك، لا ميوزيك سي ما ليبرتي انفيني، هي حريتي لا متناهيه المطلقه. كل شيء بدي اقوله وبخاف اقوله الكلمه تفضحني فيه بروح بالموسيقى، فمشان هيك هي رعشات الحب او نبضات او اللي بدك ترجمتها. فريسون دامور هي مسار حياتي كله بقلب هالالبومات الثلاثه، وكان سابقها البوم اسمه سفاري باول التسعينات عملته مع شركه اي ام اي، بيتضمن كل شيء بحسه، كل شيء بفكر فيه، كل شيء انا بعيشه بهودي. إذا أنت بتفتحي الألبوم بتشوفي صفحة حياتي فيه، ممكن تقريها مثل ما أنا شايفها، ممكن أنت تقريها بوجهة نظرك الثانية، فمشان هيك هي حرية. شو هي الموسيقى بالنسبة لجوزيف مراد؟ قبل بس بلشنا الحديث سألتيني عن جوزيف مراد الإنسان، هي إنسانيتي، إنسانية جوزيف هي مراد. أنا باختصار. أستاذ جوزيف، يمكن نحن نعرف شو يعني الموسيقى، وانما اليوم المستمع الموسيقي، الانسان اللي عنده اذن موسيقيه، ليش اليوم في انسان بيحب الموسيقى؟ انا مثلا عندي شغف، عندي عشق للموسيقى، يعني البوماتك والموسيقى، موسيقى حضرتك انا صرت اليوم كل يوم عم بسمعهم، لانه شخص مهتم اليوم بامره. غير انه انت الموسيقى جوزيف مراد بتشدنا، مين هو الشخص اللي قادر يسمع موسيقى؟ هل هو تمرس الاذن الموسيقيه، تنشئة اجتماعية، تربية اجتماعية؟ كمان حلو سؤال، لأنه في أشخاص ما بيحبوا الموسيقى. الموسيقى لازم تكون مثل العريشة على سطوح بيوتنا، مثل الحبق على درج الدار. كيف كانوا يزرعوا عرايش جدودنا؟ مشان شو كانوا تيعملوا هالباراسول ضد الشمس؟ بذات الوقت ياخذوا منا انتاج بوليفالون متنوع، والحبق اللي كان يعطي عطر وجمالية وخضار، كان شيء واجب. الموسيقى لازم تكون مثلهم،
لما فقدنا هالجمالية ببعض المطارح سودت أيامنا. الموسيقى مصطلح العام بيقولوا عنه لغة عالمية، مش هذا هو المطلوب، هي ضرورة، حاجة مثل الماي. إذا بدك تقارني الشعوب، شوف الشعوب اللي عندها الموسيقى أساسيات بالنهج التعليمي والمناهج، وشوف الشعوب اللي معتبرتها كماليات. بتعرفي طلعي، ما بدنا نشوف ليش نحن بنتمثل بأوروبا، ليش بنتمثل بالدول الغربية مع كل السيئات اللي عندهم، هني أفضل منا بشو؟ لأنه شعوب تدربت على الموسيقى، طورت حياتها، طورت معيشتها، طورت نفسيتها، صار عندهم سلام بالتعامل مع الطبيعة، مع الحيوان، مع الإنسان الآخر. باركونتر نحن بعدنا شعوب مش العالم الثالث، عالم المفاق فوق الجاهلية، والجاهلية مش معنى العصر الجاهلي، الجاهلية عن الجهل. لأنه الموسيقى بعد عندنا بالنسبة لنا يا تجارة يما كمالية. عم نستخدمها غلط بتحسنا؟ ايه؟ اليوم لأنه بهالأيام هيدا العصر في استخدام هلا خاطئ في للموسيقى، ضرب للمواهب والمبدعين على حسابهم، عم يطلعوا التافهين والجهلاء. بأي معنى؟ بمعنى مين بيسيطر على الوسائل الإعلامية هو اللي بينجح، اللي بيطلع أكثر شيء للإعلام هو بينجح، بس هذا منه مقياس قيمته. قلت قبل مرة بمقابلة القيمة الحقيقية ليست للشهرة. في مرة أحد الكتاب المصاري عباس العقاد بيقولوا له إنه بتعرف أحمد شكوكو؟ أحمد شكوكو فنان شعبي. قال له مين ده؟ ما بيعرفه. خبروا له هديك أحمد شكوكو إنه ما عرفك. قال له قولوا له ننزل لميدان التحرير وحنشوف الناس حتتلمي على مين. قال له قولوا له لمحمد شكوكو، رد عليه العقاد، رح اجيب له رقاصه ويوقفوا على ميدان التحرير وحنشوف الناس حتتلمي على مين. اذا الشهره مش مقياس القيمه. والكندي بيقول بكتابه نظام التفاهه، كندي بتعرف من اي عصر، بيقول ان التافهين قد سيطروا على كل شيء، وعلى هالسبب بينحدر دور المبدعين وبيطلع محله الفساد. لكن من اي ايام؟ ونفس الشيء عم نعيشه هون من خلال نسبه المشاهده اللي عم نشوفها اليوم. مش مقياس الفيوز اللي بتشوفي المشاهدة، 30 مليون 40 مليون، ده مش مقياس نجاح. بيشتروه ما بيشتروه مش هذا الحديث، المقياس أنا شو عم بعطي مادي. الموسيقى اللي عم بعملها أنا ممكن تكون موسيقى يعني سيئة، موسيقى موسيقى للشعوب، يعني موسيقتي بدها تكون عاطية لما بتسمعيها تظهري بإتادام تانية، مش تبقي مطرحك. لما بتروحي على نايت ولا ريستو ولا اي حفل وبتسمعي لبيد الطبول وبتسمعي كميه ضجيج، كيف بده يطلع الانسان طالع منك؟ انا مش عم بقول بوقت الرقص نحط استرافينسكي، انا عم بقول بكل وقت ينعطى وقته. حتى الرقص الشعبي بيكون جميل، بيقدر يكون مرهف، مش ضروري يكون ضجي بس وصريخ. هذا اللي عم نعاني منه. أستاذ جوزيف، حضرتك مؤلف، ملحن، موزع وشاعر، أيهما أقرب إلى شخصيات جوزيف مراد؟ وهل في ضرورة يعني تناسق أو تلاقي هالثلاث مواهب بفنان مثل حضرتك ليطلع عمل مبدع؟ ضروري، أو نارموني لازم يكونوا. في ثلاث أنواع من المؤلفين أو الموسيقيين: النوع الذي يعزف، العازف وما بيعرف يألف، أو اللي بيألف وما بيعرف يعزف، أو بيعزف إلى حد ما بشكل بسيط، أو اللي بيعلم أكاديميا وما بيعمل اثنين، أو بيعمل ثلاثة. أنا بألف، بلحن، بوزع. التوزيع الموسيقي يعني له دراسة خاصة فيه. التوزيع الأوركسترالي يعني نكتب للأوركسترا الفيلارمونيك أو السيمفونيك اللي بيعرفوها الناس، يعني أعرف مجمل الآلات وعيالها بار كاتيجوري، وأعرف دير الأوركسترا تأخذ لقب المايسترو. اللي هو مباح عند جميع الناس وانتحال صفة، يعني من مكان هذا اسمه هيك. لا، انت اذا كنت طبيب مش طبيبي وسموك طبيب بيحبسوك، او محامي او الى اخره. لا، بالموسيقى يعطى الالقاب جزافا، خي هيدا اللقب يعطى عن درس وشهادة، والا مش من مكان له هذا الاسم. سيلوماتر بعدين اجى الشعر وراها بكوتي تاني، ممكن مش ضروري يكون شاعر واعرف موسيقى. ثاقبت الله هباني هالموهبتين وانا عرفت اعملهم، وبينوا بمسلسلات كانت تبقى بالاول موسيقى
من دون كلام، الترند اللي ماشي هلا بدهم اغاني، فعم بكتب الغنيه انا ولحنها ووزعها. حاليا اللي عم بيشتغل التوزيع هو ابني، يعني صار هو بمرحله التوزيع الاوركسترالي، بنتعاون سوا، لبل هو صار متقدم علي بالتوزيع. مهم انه الاغنيه اللي حضرتك ملحنها تكون جينيريك مسلسل لتوصل للمتلقي. برافو. قيمه الغنيه هلا اهم تكون من نوع الذهب الخالص او المزين بالالماز والى اخره، اذا ما وصلت للناس بتضل مدفونه مثل الوزنه تحت الارض. نعم. المسيح لما اعطانا وزنات قال لهم مثل الوزنات، قال له شو عملت فيها للثالث؟ قال له دفنتها. ايها الجاهل، لو حطيتها على موائد السايره فكنت جبت منها نتيجه. نحن كيف بنطلع العمل؟ اذا بيستحق وبيعطي وبيفيد المجتمع وبيفيد الانسانيه لازم يطلع، وسيله الاعلام هي اللي بتوصله. نعم. اذا ما وصلت بضل ميت. انا موسيقتي مجالها لتوصل للناس هو المسلسل. مسلسل عم تنحط غنيتي، عم تنحط جينيريك، فهي حكما عم يسمعوها الناس. على عدد الحلقات 90 80 مدوبه اللي بالاول وبالاخر ومع اعادات سوقت لحالها. بلس بعدين بيجي دور الاذاعات الباقيين. نعم. حضرتك استاذ او كنت تعلم او تدرس الموسيقى، شو الفكره او شو القيمه الموسيقيه اللي بتحرص انك تزرعها بالمتمرن الموسيقي او المدرب؟ ايه انا علمت، عم بقول علمت لانه السنه بطلت بدي اعلم، بلشت وقف حوالي 30 35 سنه. كان الشرط اكاديميه مايسترو بقرية شهوان، في كذا اكاديمية درتون. ايه. كان الشرط الاساسي عندي للتعليم انه نختار الالات المتنوعه، يعني في عندنا بالمجتمع اللبناني اتجاه صوب البيانو والكيبورد اكثر لانه بيسلي. الاتجاه للالات الثانيه مثل الفايلن، تشيلو، الفيولا، ترومبيت، كلارينيت الى اخره، هالالات نوعا ما نادره. كان عندي توجيه لهم ليروحوا صوبها. ليه؟ لانه نحن اذا بدنا نشكل اوركسترات ما بنحتاج بس للبيانو، بنحتاج لهالباقيين. وكان في نوع من توجيه انه هالالات هي اللي بتعطي، مثل ما بيكون في تنوع بالمجتمع، تنوع بالبستان، زهور الى اخره، لازم يكون في تنوع بالالات والعازفين. مشكلتنا كنا نسيب نشوفها انه التلميذ ما بيحب يكمل، يعني بيدرس يبلش سنه اثنين ثلاثه صار يعرف شاطر، يلا يا بيروح على حفله ما بيصير يعزف مع تيطلع ارجون دو بوش، مش عيب. بس كملوا يا شباب لانه التطور ما بيوقف عند سنه واثنين. انا هلا معي دبلوم وماستر وكل يوم بقرا، وعم بحكي جد كل يوم، اذا ما بعمل ابديت بيروحوا. مشان هيك انا بقول ودائما بقول ميور فاسون دو روتونير لي شوز سي دانسانيي، هي انك تعلميها بضلك حافظه. لسبب انا المعلومات عندي جاهزه وحاضره اني ضل اعلمها. هيدي نقطه. النقطه الثانيه اختيار نوع الموسيقى. في لو كل شيء بنسميه موسيقى كانت الضجه احلى سيمفونيه. حلو. مشان هيك مفترض نبعد الناس عن هالجو المكرب، هالجو القاسي اللي عم نعيشه. شو في شيء بيشيلك من وضعك انت غير الخيال؟ شو في شيء بياخذك للخيال غير الموسيقى؟ نعم. اكثر من الكلمه. بدك فيجور دي ستيل طويله عريضه بقلب القصايد والكلام النثري، وفوقها هون الفرق بين النثر والشعر. بيقول بول فاليري الفرق بين النثر والشعر مثل الرقص والمشي، يعني لازم يعطى للنص الشعري حقه والنص النثري حقه، اثنينهم فيهم فيجور دو ستيل، اثنينهم فيهم صور شعريه، هو بياخذوا لك خيالك وبينموه، والخيال بيعطيك الابداع، بيطلعك من واقع مر لواقع احلى. نعم. استاذ جوزيف مراد، نحن للاسف وصلنا لختام حلقتنا معك لليوم، بس قبل ما نختم بدك تخبرنا شوي عن الحدث اللي رح يصير بايلول، اللي عم تحضر لشيء حدث كثير مهم. بثلاثة ايلول عندي حفلة توقيع الالبوم فريسون دامور، او ثلاث البومات اللي انعملوا من 2019، وتتالي الاحداث منعت اصداره، رح اعمله بثلاثة ايلول على المدرج الروماني
بزوق مكيل، نقل مباشر مع اوركسترا كبيره او ما نص الاوركسترا السيمفونيه مع كورال ورقص تعبيري وسكرين كبير بتنقل احداث المسلسلات اللي انا عاملها، مثل شيء من القوه الى يارا، رصيف الغربة، شوارع الذل، ياسمينة، كل الحب كل الغرام، موجة غضب هلا عم ينعرض، حنين الدم، عندما يبكي التراب، الى اخره، كتار شي 23 مسلسل رح نعمل باقه مختصره فيه، ورح يجوا الفنانين اللي غنوا الجينيريكات مثل مع حفظ الالقاب معين الشريف، ناجي قسطى، هشام الحاج، باسكال صقر، نادر خوري، كريم نصر، هادي ضو، وزياد ابي خليل. هول رح يأدوا، وغدي كمان رح يأدوا هالأغاني كلها، بيكون عندك بوكيه من الأرتيست مع الأوركسترا، هالشمولية كلها هي مسرحية، ريسيتال، أداء جماعي، خلاصة صورة، كل العمل الحلو وتلفزيون، كل شيء من الفنون السبعة بتشوفيها قدامك. عظيم، نحن بدورنا بنتمنى لك كل التوفيق وان شاء الله يكون عمل موفق، وبنتشكرك لحضورك معنا، بنتشكرك على المعلومات الفنيه، نحن نورتنا استاذ جوزيف مراد، وان شاء الله من الى المزيد والمزيد من الاعمال الفنيه والموسيقيه. شكرا لك للتلفزيون. ميرسي. مشاهدينا بريك صغير وبنرجع بنكون معكم.